زوجته وأولاده، فكلما كان يحكم مشاعرهم بالكلم الطيب والرد الجميل وإقالة العثرة والتماس العذر والصفح والكلم الطيب كان أقرب إلى قلوبهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمراعاة مشاعر الناس واختيار الألفاظ والعبارات سواء كنت تقبل الأمر أو أن ترده، فحتى إن رددت فرد بالكلم الطيب والاعتذار الحسن. ومن يخالطك وهو قريب منك مثل زوجتك مثل بناتك مثل أولادك هم أحق الناس بكلمك الطيب وردك الجميل وحدبك وشفقتك عليهم، فعلى هذا تقوم البيوت الصالحة والأسر المباركة.